أعز مكان في الدنا سرج سابح، وخير جليس في الزمان كتاب. إذا طال منه القرب شعت صفاته، وأطلق ما يرضي به فيجاب. كحامل مسك مر ينشر سحره، فليس على المعنى الجليس حجاب. مساء الخير عليكم أحبتنا المشاهدين في كل مكان، في حلقة جديدة من برنامج الفهرس، هذا البرنامج الذي يعدكم بتغطية أحداث معرض مسقط الدولي للكتاب في دورته 27. ساعة ونصف من الحوارات الثقافية، وأيضاً من التنقل بين أروقة وأركان المعرض المختلفة مع فرساننا هناك في أرضية المعرض، الزملاء اليقين الهادي، حوراء اللواتي وفيصل الشكيلي. مساء الخير أمل، وأهلا وسهلا بكم مشاهدين الأعزاء من هنا من مركز عمان للمؤتمرات والمعارض، معرض مسقط الدولي للكتاب في نسخته 27، العديد من الوقفات والعديد من المواضيع، فكونوا بالقرب مشاهدين الأعزاء. أهلا أمل وأهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام هنا من أرض المعارض، وبالتحديد من معرض مسقط الدولي للكتاب. نحن هنا ننقل لكم هذا الحدث العظيم من قلب الحدث، وكما تعلمون مشاهدينا الكرام بأن القراءة والكتاب هو صديق العقل ورفيق الدرب، وأيضا أن الثقافة لا تأتي إلا بالقراءة، فالقراءة جدا مهمة وأيضا الاطلاع جدا مهم، وكذلك بأن القراءة ليس لها، أو نقول هي بحر ليس له شاطئ. مشاهدينا الكرام ننتقل الآن لحوراء. أهلا وسهلا اليقين، أهلا وسهلا لجميع زملائي اللي موجودين في برنامج الفهرس، أهلا وسهلا مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة متجددة من برنامج الفهرس، موجودين هني في هذا المعرض الجميل، ونغطي لكم بعض من الكتاب والمؤلفين والدول المشاركة في معرض مسقط الدولي للكتاب، فتابعونا. شكرا جزيلا لكم زملائي الأعزاء في أروقة معرض مسقط الدولي للكتاب، والآن سنذهب إلى فاصل قبل أن نعود لمتابعة فقرات برنامج الفهرس. Thank you.
مرحبا بكم مجددا أحبتنا المشاهدين. كما يعرف عن نفسه عبر موقعه الإلكتروني الشخصي، كاتب صحفي وصانع ومنتج للأفلام الوثائقية، مصري مولود بمدينة السويس في الأول من فبراير عام 1956. بدأت حياته المهنية في الصحافة المكتوبة، ثم عمل بالإذاعة ولاحقا بالتلفزيون مراسلا في مناطق الأزمات، ثم تخصص في إنتاج الأفلام الوثائقية وصناعتها. كتب لصحف الحياة وشرق الأوسط والأهرام والعديد من المجلات الأسبوعية والشهرية، وعمل مع إذاعة الشرق العربية من باريس ومع التلفزيون السعودي وقنوات MBC وقناة الجزيرة وشبكة التلفزيون العربي. شارك في تغطية الحروب في يوغوسلافيا والشيشان وجنوب السودان والصومال وألبانيا والكونغو، وتنقل في مناطق الأزمات الدولية، لكن اهتمامه الأول كان بمناطق البلقان وآسيا الوسطى، غير أن البوسنة والهرسك تصدرت الجميع. وقع اليوم كتابه الثاني الجديد علامة استفهام، وكتابه يحكى أن في جناح الشبكة العربية بمعرض مسقط الدولي للكتاب. ضيفنا العزيز الإعلامي اللامع أسعد طه، أهلا وسهلا بك في استوديو الفهرس. أهلا بك وشكرا على هذه الاستضافة. أستاذ أسعد، عملت لفترة طويلة مع مؤسسات إعلامية كبيرة ومرموقة، ولكنك الآن يعني في مرحلة ما ربما يعني توجهت للعمل المستقل، ربما صرت حتى حضورك على المنصات الجديدة مثل يوتيوب وما إلى ذلك واضح بشكل كبير. من وجهة نظرك، هل العمل مستقلا أعطاك رحابة أكثر في تناول ومعالجة الموضوعات؟ الحقيقة أني لم أعمل موظفاً أبداً. نعم. يعني أنا من البداية العملي، منذ أن بدأت أعمل في مهنة الصحافة ثم تدرجت، كنت أعمل حراً حتى في وقت مع الحرب أيام MBC أو بعد ذلك مع الجزيرة، كان الأمر أني أتعامل بصفة مستقلة من خارج الكيان ثم أتعامل معه. الآن طبعاً السوشيال ميديا، منصات التواصل الاجتماعي، تعطي يعني مميزات الاتصال المباشر مع المتلقي، هذه التي كنا حرمنا منها من قبل. إن احنا كنا من قبل نقوم بالعمل ولا نعرف تأثيرها على الناس، الآن الناس تتواصل معنا مباشرة، فهذه طبعا تجربة مختلفة عن التجربة الأولى اللي عبر القنوات والمؤسسات الرسمية. نعم. لا يخشى الإعلامي أسعد طه من التراجع عن مواقف يعني كان قد تبناها في مرحلة ما؟ يعني هنالك حلقة كاملة كنت قد خصصتها عن حزب الله على سبيل المثال، ولكنك عدت في مقابلة أخرى تقول بأنك تمتلك موقفا مغايرا من حزب الله اليوم، طبعا بعد الأزمة والأزمة السورية. فما أهمية ذلك بالنسبة للإعلامي أن يراجع نفسه، أن يشكك في مواقفه، أن يبحث دائما عن الحقيقة؟ هذا شرط أساسي لمصداقية أي إعلامي في ظني. نعم. وبمقدار وفائه بهذا الأمر، وفائه بمصداقيته بمقدار ما الناس تثق فيه، والحمد لله أعتقد أن هناك من يثق فيه. نتيجة ذلك أني أراجع نفسي دائما. نعم. أنا لم أكذب عندما تحدثت عن شافيز رئيس في فنزويلا الثائر المعروف. نعم. والذي بعد ذلك أيضا كان له موقف على غير ما أحب، وأيضا نفس الأمر مع حزب الله، لم أذكر وقائع كاذبة. نعم. لكن أنا كنت متضامن. نعم. مع ما يفعلونه وقتها. نعم. ثم الآن انقلبت الصورة. نعم. فلا بد أن أعلن عن براءتي من ذلك. نعم. وأنا يعني كتبت قبل ذلك هل يندم الحكاء على ما حكى. نعم. فأنا لا أندم لأني لم أذكر أشياء كاذبة. نعم. ولكن طبعا أنا لدي الشجاعة أن أغير مواقفي بناء على ما أدعي أنني أبحث عن الحق. نعم. أنا لا أنتمي لا لحزب ولا لجماعة ولا لفرد ولا لاتجاه ولا أعتبر أني أبحث عن الحق مهما. نعم. كان وأينما كان. يعني وأعتقد أنه هذا أستاذ أسعد يعني يضعك يعني في حالة اتصال مستمرة مع كل شيء يحدث من حولك، لأنه عادة بعض الإعلاميين عندما تتحقق أسماءهم يصبحون منغلقين على سرديات بعينها، أو يقل تواصلهم مع ما يحدث
من حولهم. ما أهمية هذا أن يكون هنالك اتصال مستمر بما يحدث حتى تراجع هذه المواقف وتقيمها؟ أولاً حتمية المراجعة. نعم. لابد أن نراجع أنفسنا. نعم. إذا كنا صادقين. نعم. إذا كنا نعتبر نفسنا، أنا بعتبر، أنا أقدس مهنتي جداً. نعم. أنا أعتبرها يعني تماماً مثل الطبيب الذي يمكن أن يعطي المريض دواء فيخطئ، فأنا أيضاً أعتبر أن كل كلمة أقولها يعني قد تؤثر في الناس سلباً أو إيجاباً، فأخاف لذلك، وبالتالي علي أن أراجع سواء على مستوى المهنة أو على مستوى الشخصي، أراجع أفكاري وكذا. والأمر الأهم اللي أريد أن أذكره، نحن قد نتحقق بالاستقلال عن المؤسسات الإعلامية، لكن قد نقع في فخ مرادات الناس. نعم. مرادات الرأي العام، ماذا يريد الناس؟ نعم. فنسمع لهم، هذا خطير جدا. نعم. فبالتالي لابد أن تراجع أفكارك وأن تعلن عنها حتى لو كانت ضد الرأي العام. نعم. حتى تبقى متسقا مع نفسك ومع أفكارك. جميل جدا. يعني لا يمكن الحديث عن الصحافي ودوره في الأماكن المنكوبة وأماكن الحروب دون الإشارة إلى الحادثة الأليمة طبعاً والكارثة التي حدثت مؤخراً في مشهدنا العربي بمقتل واستشهاد شيرين أبو عاقلة، وربما أنت يعني تلقى هذا الخبر بشكل خاص على اعتبار بأنك عملت في هذه المناطق المشتبكة لفترات طويلة، فكيف تلقيت هذا الخبر؟ طبعاً تلقيت بمفاجأة كبيرة، لكن كما وصفت تماماً أنا استشعرت اللحظات أو الدقائق التي ما هي التي قبل المسألة، لأنه كان بالنسبة لي حتى في الحروب وبالذات في حرب البوسنة أسوأ شيء هو القناصة. القناص يراك وأنت لا ترين، غير القنابل والصواريخ والدبابات التي تعرفي أين هي، لكن القناص يعرف أين أنت. وبالتالي شيرين كانت في هذا الموقف، أنها كانت في موقف يوجه إليها من قبل القناصة هذه الرصاصات، فأعرف أنها كيف كانت وزميلتها، يعني هناك كانت زميلة لها لم تصب، لكن أيضا عاشت هذه اللحظات. هذه اللحظات أقصى من الرصاص وأقصى من لحظة الألم بتاعت الرصاصة. فطبعا يعني هذا هو الثمن الذي يدفعه الصحفيون، ولا أعتقد أن أي مجد أدبي أو أي عائد مادي يمكن أن يعني يعوض. نعم. هذه اللحظات، حتى لو الإنسان نجا من الحدث، لكن أن يعوضه عن هذه اللحظات القاسية. نعم. يعني أنت دائما تقول حتى في مقابلاتك التي تجرى معك بأنك تحب الإشارة دائما لمسألة الخوف، عندما يذكر الخوف الذي ربما اختبرته بصوره المتطرفة في المواقف التي خضتها في حرب البوسنة وفي الحروب الأخرى التي قمت بتغطيتها، فحدثنا عن هذا الخوف، هل ما زال هذا الخوف موجودا حتى مع وجود مسافة زمنية؟ هل ما زال هنالك يعني ذكريات أليمة، مواقف تتذكرها باستمرار؟ نعم، أنا أكرر أمر الخوف، لأنه نعم. الناس تعتقد أحيانا أو تبالغ في تصورها لبعض الصحفيين أو حتى الجنود أو كذا، كل هؤلاء الذين حتى حققوا انتصارات في المعارك، بأي معارك في التاريخ، أيضا يعني ينتابهم الخوف، لأن الخوف مشاعر طبيعية. لكن دائما أقول أن إذا تغلب الخوف عليك بحيث يمنعك عن العمل فهذه هي المصيبة، لكن أن تتغلب عليه. طبعا مثل كل يعني المعروف أثار المصيبة بعدها. نعم. أثار ما بعد المصيبة. نعم، ما بعد الصدمة. أثار ما بعد الصدمة. نعم. هذه طبعا تبقى عالقة في نفس الإنسان، يبقى يفكر فيها، يبقى تؤثر عليه، ليس بالصورة التقليدية أن يصحو من النوم مستيقظا على مشهد. نعم. لكن في داخله ربما يكون هناك نوع من الحزن الدائم. الحزن ليس فقط على حتى من فقد، الحزن على الإنسانية. نعم. يعني ما زال الواحد يسأل نفسه لماذا كل هذا الدم، لماذا. نعم. كل هذا القتل. نعم. وأرض الله واسعة. نعم. وفيها الخيرات، ولا أجد أي مبرر على أي مستوى
أنا أقول دائما أني لو يعاد بي الزمن أدرس في علم النفس. نعم. لأن أحاول أجد يعني لماذا الناس لماذا هذا النزاع تصل. نعم. تصل إلى هذا وليس فقط القتل. نعم. التلذذ بالتعذيب. نعم. والتلذذ وليس فقط حتى التعذيب الجيران الذين يعيشون بجانبنا في القلوب. نعم. الأهلية أو التي تسمى أهلية. فكل هذه تحدث تراكمات وندبات في. نعم. القلوب تبقى موجودة للأسف لا. نعم. لغز محير فعلا. أتذكر بأنني قرأت عن المجزرة التي صارت في رواندا، وأتذكر بأن إحدى شخصيات هذه القصة قتل زوجته وابنه لأنه من عرق آخر ومن القبيلة الأخرى، على الرغم من أنهم كبار، يعني كان عنده أولاد خلاص كبار في السن. فتستغرب الإنسان كيف يستحل حتى أقرب الناس، دم أقرب الناس إليه، كيف تحدث هذه الطفرة، كيف يستطيع تجاوز عاطفته، تجاوز فعلا سؤال كبير وأمر لا يمكن حتى أن ننسبه للشيطان. نعم. يعني لا أظن أن الشيطان يمكن أن يفكر. نعم. في هذا الأمر. نعم. وطبعا رواندا أنا يعني مررت بها في نهاية الحرب الأهلية، وثم بعد ذلك أقمت هناك دورة تدريبية للشباب، لكن هناك حوالي مليون يعني ليس ماتوا حتى ماتوا بالفؤوس وبالسكاكين. نعم. نعم. صحيح. وناس هذه الأمر الذي أقوله كانوا يعيشون معا. نعم. يعني كانوا يأكلون معا. نعم. كانوا يشربون معا، كيف في لحظة. نعم. تنتهي. صحيح. كل هذه العلاقات الإنسانية. بالضبط بالضبط. سؤال كبير أكيد. أستاذ أسعد، يعني بحكم تجربتك الطويلة في الإعلام، يعني نحن نشهد مؤخرا تصاعد للخطاب الشعبوي، وربما هنالك يعني ظواهر خرجت لنا من قبيل ترامب، وهنالك يعني حتى حركات شعبوية في أوروبا وفي أمريكا الآن، يعني قد يكون ما شهدناه في السابق بسيطا أمامها. أين هو دور الإعلام من هذه الحركات ومسؤولية الإعلامي والصحافي تجاه ما يحدث؟ الحقيقة نعم، كما تكرمت وذكرت الأمر حتى ليس بهذا فقط، ولكن حتى نحن نعيش عصر التفاهة. نعم. عصر التفاهة، يعني الناس تتحجج بأن الهموم كثيرة فلنبحث عن أمور خفيفة. نعم. قنوات أو منصات التواصل الاجتماعي التي يمكن أن يكون من ورائها عائد لأصحابها، إنما تحظى بالعائد عندما يكون لديك عدد كبير، عدد. نعم. كبير يتحقق بماذا؟ بهذه التفاهة. نعم. لذلك أقول أن كل إعلامي مؤمن بنفسه، بقضيته، بأفكاره، من أي لون ومن أي انتماء، عليه أن يحافظ على جديته، على أداء عمل جاد مهما كان صغيرا، مهما كان محصورا. يعني لا 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 يجب أن نبحث عن أعمال كبيرة وضخمة نقول. نعم. ماذا يمكن أن أفعل. أنا على المستوى الشخصي أحاول في السوشيال ميديا أن أقدم أعمال جادة، قد أخطئ، قد أصيب، قد، لكن في النهاية هذا هو جهدي وأحاول أن أقدمه. وأتمنى أن إحنا لا ننشغل حتى بالحديث كثيرا عن التفاهة والشعبوية وكذا. نعم. وإنما نقدم نماذج إيجابية. نعم. للناس. صحيح. أنا أقول أن يعني الآن علينا أن نراهن على الشباب. نعم. على الجيل الجديد، على الحركة الثقافية، على تربية هذه الأجيال، على زرع الأساسيات لديها. نعم. لأنه التيار قوي جدا. نعم. والموج عالي، والأطراف التي لها مصلحة في هذا الخراب. نعم. والقبح في العالم كثيرة. نعم. فأن تقدمي بديل، كل واحد يقدم على ما لديه. نعم. من. صحيح. وأنا أعتقد أنه فقط المطلوب عمل جاد محدود. نعم. جميل جدا. يعني قد نكون وصلنا إلى نهاية هذا اللقاء أستاذ أسعد، لكن دعني أسألك أخيرا عن سبب زيارتك إلى مسقط، غير طبعا توقيع كتابك الجديد، أيضا هنالك مشروع يجمعك بالجمعية العمانية للسينما، مخيم دولي أو. نعم. شيء من هذا القبيل، فكلمنا. نعم. عن هذا الجانب. نعم. أنا أتيت دعوة لحضور مهرجان عكس. للشباب، وكانت فرصة طيبة جدا. أنا من المحبين للعمل مع الشباب، من المحبين للعمل مع الشباب في الإعلام، وكانت هذه فرصة لأعمال ومشاريع إعلامية لصناعة الأفلام الوثائقية والدرامية
من شباب الطلبة، طلبة الجامعيين، فكانت فرصة بالنسبة لي، كنت رئيس لجنة التحكيم، وكانت فرصة لي للأفلام الوثائقية، وكانت فرصة لي أن أتعرف على هؤلاء الشباب وعلى أعمالهم. والحقيقة كان مدهش مستوى الأداء الجيد والإيجابي. وأيضا هناك مشروع، لأنه أنا أقيم دورات تدريبية تحت اسم كيف تحكي الحكاية، هي صناعة الأفلام الوثائقية للمبتدئين، ولا أقيمها في القاعات المغلقة ولكن على الأرض، وهذا هو المشروع الذي نتمنى أن ننجزه في عمان، في منطقة ما من المناطق بعيدا عن المدن والتجمعات، يكون معنا مجموعة من الشباب والشابات، نقوم بأعمال صناعة الأفلام الوثائقية، ندربهم عليه ويقومون به. نعم، يعني أنا أقول من حسن حظ شبابنا أن يتتلمذوا على يد قامة إعلامية هامة وبارزة مثلك أستاذ أسعد طه. شكرا جزيلا على هذه الفرصة التي منحتنا إياها في برنامج الفهرس، ونتمنى لك إقامة سعيدة في مسقط. شكرا، شكرا لك على هذه الاستضافة، أشكرك. أحبتنا المشاهدين، إذا ننتقل الآن إلى الزملاء في أروقة المعرض. ربما حوراء جاهزة؟ حوراء الكلمة لديك. أهلا وسهلا أمل، أهلا وسهلا مشاهدينا الكرام، واليوم أنا في هذه المحطة مع ضيفتي فايزة الموسوي، عضو مجلس إدارة شبكة العمانيين للمتطوعين تعاون. أهلا وسهلا الأستاذة فايزة الموسوي. أهلا وسهلا حوراء، وشكرا على هذا الاستضافة. أستاذة فايزة، اليوم صادف عندكم تدشين كتاب نتاج، ممكن تحدثينا أكثر عن هذا الكتاب؟ أول شيء شكرا على الاستضافة حوراء، وأحب شوية أتكلم عن الشبكة العمانية للمتطوعين تعاون. طبعا الشبكة العمانية للمتطوعين تعاون هي شبكة مؤسسة شبابية غير ربحية تعنى بتأهيل وتدريب المتطوعين. طبعا تم تأسيسها في العام 2010 ولا زالت مستمرة في العطاء إلى اليوم بتدريب المتطوعين. كتاب نتاج هو توثيق لأعمال الشبكة اللي كان في العشر سنوات الأولى منذ تأسيسها. طبعا هذا الكتاب تعليمي وتربوي، وأيضا يعتبر مرجع للتطوع في عمان. في كل سنة بالأعمال اللي قامت بها الشبكة، حفظ لحقوق المتطوعين، الدروس المستفادة كل سنة، وطبعا اللي قام بالعمل بتوثيق ويعني إعداد هذا الكتاب متطوعين من الشبكة العمانية للمتطوعين تعاون. ونفس الشيء عندكم أكثر من مبادرة، تقدرين تكلمينا شوي عن هذه المبادرات اللي موجودة عندنا أكثر؟ متواجدة طبعا الشبكة العمانية للمتطوعين تعاون في معرض الكتاب في مبادرة دعم الطالب الجامعي. طبعا هذه المبادرة تستهدف الطالب الجامعي، بحيث أن كل طالب جامعي ممكن يبرز البطاقة الجامعية ويحصل على كتابين مجانا. المبادرة الثانية هي إدارة المتطوعين كلهم في أرض المعارض، وطبعا متطوعين الشبكة موجودين أيضا في أماكن ثانية، مثل متواجدين في عيادة المعرض، ففي عندنا عدد من المسعفين المتطوعين، وبعد ماسكين اللي هي الإذاعة الداخلية في المعرض. مشاهدينا الكرام، أكيد احنا سعيدين جدا بهذه المقابلة الجميلة، وتعرفنا على كتاب نتاج والأهداف المقدمة من هذا الكتاب. مشاهدينا الكرام، احنا مستمرين معاكم في فقرات برنامج الفهرس، وننتقل لفيصل. مساء الخير حوراء، ومساء الخير مشاهدين الأعزاء مرة أخرى. يقول الشاعر: أكرم بقوم أكرموا القرآن، وهبوا له الأرواح والأبدان، قوم قد اختار الإله قلوبهم لتصير من غرس الهدى بستانا، زرعت حروف النور بين شفاههم فتضوعت مسكا يفيض بيانا. مشاهدين الأعزاء، رغم تعدد وقفاتنا واختلاف وتنوع مواضيعنا، إلا أنه يجب علينا أن نخصص وقفة للقرآن الكريم وكتاب الله عز وجل. لذلك يشرفني اليوم الفاضل حمد بن عبد الله الحوسني، عضو مجلس الإدارة بالجمعية العمانية للعناية بالقرآن الكريم. أهلا وسهلا أستاذ حمد. حياكم الله، وأهلا وسهلا بكم، شكرا لكم على هذا اللقاء. شاكرين لك تواجدك معنا اليوم أستاذ. بداية دعنا نتعرف على الجمعية العمانية للعناية بالقرآن الكريم. الجمعية العمانية للعناية بالقرآن الكريم هي جمعية خيرية أشهرت في العام الميلادي 2016، تابعة لوزارة التنمية الاجتماعية، وتشمل
ما يتعلق بحفظ القرآن الكريم وتلاوته وكذلك تقديم الإجازات القرآنية، وتستهدف جميع محافظات سلطنة عمان وولاياتها. نعم جميل، ما هي أهداف هذه الجمعية؟ طبعا الجمعية العمانية تقوم على مجموعة من الأهداف. أولا حبذا أن نذكر رؤية الجمعية، وهي الريادة في تعليم القرآن الكريم وتحفيظه لشرائح المجتمع كافة، ورسالتها هي السعي لإعداد مجتمع متقن لتلاوة القرآن الكريم ولحفظه وترتيله واتباعه وتدبره في سلطنة عمان من خلال برامج وأنشطة تجمع بين الأصالة والمعاصرة. أهم الأهداف التي تعتمد عليها الجمعية في عملها يمكن أن نلخصها في 3 أهداف. الهدف الأول تحفيظ القرآن الكريم لشرائح المجتمع كافة، كذلك تعليم الناس تلاوة القرآن الكريم وترتيله بالصورة الصحيحة، كذلك تقديم الإجازات القرآنية يعني المعتبرة، وبث حب القرآن الكريم وروح التنافس والعناية به في مختلف جوانب الحياة. نعم، ولمن يريد الالتحاق بالمركز ما هي المراكز القرآنية التابعة للجمعية؟ طبعا هنالك حتى هذا الوقت يوجد 15 مركزا قرآنيا في عدد من محافظات سلطنة عمان وولاياتها. في محافظة مسقط يوجد لدينا، في محافظة مسندم، في محافظة ظفار، كذلك أيضا في محافظة جنوب الباطنة، في محافظة شمال الباطنة، في محافظة الداخلية، وكذلك في الشرقية جنوب، وكذلك في الشرقية شمال. وبإذن الله سبحانه وتعالى خلال هذا العام نسعى أن نفتتح مجموعة من المراكز لنشمل محافظة سلطنة عمان كاملة، وبعد ذلك نتطور بإذن الله سبحانه وتعالى حتى يكون في كل ولاية مركزا للجمعية العمانية للعناية بالقرآن الكريم. نعم نعم، وما نوع الأنشطة والبرامج التعليمية التي تقدمها الجمعية؟ الجمعية العمانية تستهدف جميع الفئات العمرية المختلفة، بدءا بمرحلة ما قبل المدرسة من سن 3 سنوات ونصف حتى 100 عام. هنالك مناهج عدتها الجمعية العمانية للعناية بالقرآن الكريم، يمكن أن نقسمها المنهج المرتل الصغير لكتاب الله المنير، يستهدف الأعمار من سن 3 سنوات ونصف حتى الصف الثالث، وهو يستهدف تعليم الكتابة بداية مسح القلم وكذلك القراءة، وبعد ذلك من الصف الرابع فاعلة منهج المرتل المجيد، وهو موجه لجميع الفئات العمرية ويركز على جانب القراءة وليس الكتابة هكذا. نعم طبعا نقدم أيضا مجموعة من البرامج والمناشط سواء عن قرب أو في المراكز أو عن طريق الجمعية الأم، تستهدف تعليم التلاوة سواء للعمانيين لغير العمانيين، كذلك للناطقين باللغة العربية وللناطقين بغيرها. كذلك نقدم مجموعة من البرامج متعلقة بالحفظ، هنالك أكثر من برامج متعلقة بالحفظ مثل الحفظ المتقن، كذلك البرنامج الذهبي لحفظ القرآن الكريم، والآن سنطلق بإذن الله سبحانه وتعالى برنامجا متعلقا بالإجازة القرآنية وبضوابط يعني تحفظ لنا أن نؤدي يعني هذا العلم إلى الناس بإتقان ودقة عالية إن شاء الله. فترقبونا إن شاء الله خلال ربما هذا الأسبوع القادم أو الذي بعده نعلن عنه إن شاء الله. نعم نعم، ولمن يريد الالتحاق بالجمعية كيف يستطيع التواصل معكم؟ هل هناك حسابات خاصة؟ نعم طبعا توجد مجموعة من الحسابات متعلقة بالجمعية في مختلف وسائل التواصل الاجتماعي، في الفيسبوك، في تويتر، في الانستجرام، كذلك أيضا الواتساب نعمل عليه بشكل كبير جدا، ونتعاون مع مجموعة من المؤسسات والأشخاص الذين لديهم متابعون كثر، ويمكن إن شاء الله يعني التواصل عن طريق هذه الحسابات أو عن طريق الأرقام المتعلقة بالإدارة التنفيذية التابعة للجمعية العمانية للعناية بالقرآن الكريم. شاكرين لك أستاذ حمد بن عبد الله الحوسني. قبل الختام اليوم أطلقنا مسابقة أجمل تلاوة في نسختها الثانية، تستمر حتى 10:00 من يوم السبت حتى نهاية المعرض. يطلب من كل من يرغب في المشاركة أن يحضر إلى منصة الجمعية 3D13 أو 3D13،
يصور بجنب الجمعية، وبعد ذلك عندما يعود إلى البيت يمكن أن يرسل مقطع، يرسل المقطع الصوتي بالشروط الموجودة التي نشرناها في حسابات مواقع التواصل الاجتماعي. بالنسبة يعني هذا الأمر يعني يشترط للرجال وللنساء دون سن العاشرة، من سن العاشرة يعني تعذر النساء من هذا الأمر، وهي مسابقة يعني تستهدف الآيات من الآية الأولى حتى الآية العاشرة من سورة الشمس، وهي فرصة كبيرة ولها جوائز قيمة، ويقام لها حفل إن شاء الله بعد يعني متوقع أن يقام بعد شهر رمضان المبارك، وأقيم العام الماضي تحت رعاية صاحب السمو السيد مروان بن تركي آل سعيد الموقر محافظ محافظة ظفار. الجمعية جمعيتكم، وندعوكم لدعم هذه الجمعية والوقوف بجانبها وتقديم كل ما بإمكانكم من دعم مادي ومعنوي وتشجيع الآخرين للاطلاع على هذه المناهج. طبعا لدينا تعاونات كثيرة مع وزارة التربية والتعليم، مع وزارة الأوقاف، مع مجموعة من الجمعيات الخيرية والقطاع الخاص والقطاعات الأهلية الأخرى. إذن هذه دعوة لمن يريد الاشتراك في المسابقة التي أطلقتها الجمعية العمانية للعناية بالقرآن الكريم. شاكرين لك تواجدك معنا اليوم أستاذ حمد بن عبد الله الحوسني، ونتمنى بإذن الله أن تكلل هذه الجهود بالتوفيق بإذن الله تعالى. شكرا لكم، شكرا للتلفزيون سلطات عمان، وكذلك نشكر معالي الدكتور عبد الله بن ناصر الحراسي وزير الإعلام على تشريفه لنا ومجموعة من الوزراء وأصحاب السعادة والجمهور الكريم. بارك الله فيكم، ونحن معكم فيما يخدم المجتمع ويمكن من توحيد هذا المجتمع على القيم الفاضلة والأخلاق النبيلة والمبادئ الرفيعة. دمتم بخير، ونلتقي في مناسبات أخرى إن شاء الله. شاكرين لكم هذا الحوار الجميل. إذن مشاهدينا الأعزاء، مثلما استمعنا للجمعية العمانية للعناية بالقرآن الكريم، عودة إليكم في الأستوديو. أهلا بك فيصل، وأهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام مجددا من أروقة المعرض. الآن يجمعنا لقاء مع الكاتب والراحل خالد بن سعيد العنقودي. أهلا وسهلا بك في برنامج الفهرس. بداية حدثنا عن أهم إصداراتك لهذا العام. السلام عليكم. طبعا مثل ما عارفين أنه الإصدار جديد في معرض مسقط الدولي للكتاب هو عابر الحدود. طبعا هذا الإصدار هو إصدار خلينا نقول 12، أيوة. فكتاب عابر الحدود يتحدث عن رحلاتي إلى كثير من الدول، استخدمت طريقة مختلفة هالمرة إنه السفر عن طريق الحدود، إنه أعبر ما بين الدول عن طريق المشي وعن طريق خلينا وسائل النقل البرية يعني. جميل. إذن ما هي الصعوبات أيضا التي واجهتك في يعني سفرك أو ترحالك من وإلى الدول المختلفة؟ مثل ما عارفين طبعا عبور الحدود يكتنف كثير من المصاعب. طبعا الرحلات البرية اللي هي عن طريق مختلفة عن نظام المكاتب وكذا، فتقريبا مثل ما تقولي واجهت كثير من المصاعب في كثير من الدول، ولكن كان لله الحمد كانت الأمور طيبة. ممكن حتى نذكر كثير من المواقف صارت لي يعني في أحد الدول، بعض مثل ما تقولي يعني كان سلبت اللي هي المحفظة اللي كنت ممكن أحط فيها النقودي وكذا، ففقدتها صراحة كان في أحد الدول، فكان هذه واحدة كانت من المصاعب. رغم أنه بعد ذلك تيسرت الأمور وقمت أكملت الرحلة إلى ما لا نهاية يعني. لابد أن السفر يترك لنا كذا آثار جميلة ومواقف ظريفة، هل هنالك كذا بعض من القصص أو الأحداث التي حدثت لك جميلة كذا؟ بالفعل طبعا مثل هذه الرحلات مثل ما ذكرت أنه فيها تكون أحيانا مواقف طريفة وجميلة، وفي بعضها تكون مواقف يعني عصيبة. خلينا نذكر واحدة من المواقف الطريفة، كان في أحد الدول الأفريقية، كنت ساكن مع أحد العوائل الريفية في أحد الكوخ، وطبعا في أول الصباح يحطوا الإفطار عند الكوخ حتى أنه يكون للضيف حتى أنه يفطر. تفاجأنا أن القردة نزلت وهجمت على سلة اللي هو الإفطار، وكانوا يعني موقف ظريف، وكان تفاجأنا تخيلي بهذاك الوضع يعني. نعم، أنا أتذكر أيضا حدث لي هذا الموقف وعندما ذهبت إلى سريلانكا. والآن نشكر الكاتب والرحال خالد بن سعيد العنقودي، وننتقل الآن للأستوديو. أمل إليك الكلمة. أه
أحبتنا المشاهدين، سنذهب الآن إلى تقرير من ثم نعود لمتابعة الفهرس. عن الثقافة والحضارة والتاريخ تتحدث زوايا ركن محافظة جنوب الباطنة ضيف شرف معرض مسقط الدولي للكتاب، أثريات تغوص في أعماق التاريخ ومخطوطات تسرد تفاصيل الأزمنة وصور تتجول بزوار الركن بين معالمها الحضارية. من عمق المحتوى يستعرض ركن محافظة جنوب الباطنة تجربة عدد من كتابها ويقدم مؤلفاتهم للجمهور، محتفياً بما تتسم به المحافظة من إرث تاريخي واقتصادي بتنفيذ أكثر من 30 فعالية بين جلسات حوارية وندوات وأنشطة تفاعلية. نحتفي بالكتاب أيضاً وأدباء المحافظة، كذلك معنا بعض الوثائق والخطاط لأدباء وعلماء سابقين، منهم من سجلوا في اليونسكو الخيب لأحمد الفراهيدي وكالطبيب العماني راشد بن عميرة. معنا ما يقارب 18 فعالية تخص الطفل والأسرة، تنوعت بين القراءة والكتابة أو فيما يخص الجانب العلمي. بتصميمه الهندسي يلفت ركن محافظة جنوب الباطنة الأنظار، يجذب الزوار بصور المعالم السياحية التي تعرف بما تحويه المحافظة من مقومات وما تتميز به من بيئات جغرافية جعلتها مقصد السياح وأمام عدسات المصورين. جنوب الباطنة عندنا عدة فعاليات تتجاوز 30 فعالية على طيلة أيام المعرض. كان أهم اليوم الفعاليات اللي هي المرصد الفلكي للحوقين من الفترة الصباحية ومستمرين لحد المساء. في الفترة الصباحية بإمكان رصد الشمس والحركة الشمسية، وراح يكون في الفترة المسائية اللي هي متابعة ورصد القمر والنجوم. عادة سنوية يحتفي فيها معرض مسقط الدولي للكتاب بإحدى محافظات سلطنة عمان. في دورته 27 حلت محافظة جنوب الباطنة ضيف شرف استقبل الزوار ليقترب بهم من معالم المحافظة، ثقافتها وحضارتها. أهلا وسهلا بكم مجددا أحبتنا مشاهدي الفهرس. يزدان استوديو الفهرس في هذه اللحظات بالقامة الفنية والفنان الرائع سعدون جابر. درس الأدب الإنجليزي في الثمانينيات وبعدها الموسيقى، سافر إلى لندن عام 1986 ونال شهادة الماجستير، ثم ذهب إلى مصر وقدم رسالة الدكتوراه عنوانها أغاني المرأة العراقية وحصل عليها في عام 1990. لعب أدوارا تمثيلية عديدة منها دوره لمظفر النواب ودور آخر لناظم الغزالي. مساء الخير أستاذ سعدون، وأهلا وسهلا بك في بيتك مسقط وفي برنامج الفهرس. مساء الخير عليك وعلى عمان الحبيبة والشعب العماني، وأنا سعيد جدا أن أتواجد اليوم في عمان بعد غياب لسنين طويلة. نعم. شكرا لك وأنا حاضر لأي سؤال. أستاذ سعدون، يعني أنت بدأت من برنامج هواة في تلفزيون بغداد. صح. عام 1963. صح. وكل الناس غنت واختارت أن تغني لعبد الحليم حافظ. إيه. أما أنت يومها اخترت الفلكلور. إيه. الأردني وغنيت أغنية من الفلكلور. إيه. وأنت الوحيد الذي تأهلت من 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 تلك ال يعني الحادثة، من تلك المرة. هنالك يعني دائما حادثة طريفة تتعرض لها، بأنه لما رجعت البيت أخذت لك كتلة من أخوك الكبير. صارت لي مشكلة مع أخي الكبير. نعم. ومع العائلة بشكل عام. نعم، حدثنا عن هذه البدايات. لأن إحنا
انحدارنا الثقافي هو توجه نحو الدين. نعم. وكنت أجود القرآن الكريم وأؤدي الأذان أثناء الصلوات أثناء الصلاة، لكنه غزا صوت عبد الحليم حافظ في ذلك الوقت أذني. نعم. فسرقتني من الروحانيات. نعم. إلى الموسيقى والغناء. نعم. وكان هذا يتعارض مع توجهات العائلة. نعم. لهذا السبب صارت لي مشاكل مع العائلة ومع أخي الأكبر الله يرحمه فالح. لكن مع مرور الوقت طبعا هم تقبلوا، خصوصا عندما رأوا تفاعل الناس مع فنك ومحبتهم لهذا الصوت الشاب الذي يحيي الفلكلور العراقي. هي كانت مفاجأة لهم. أنا رحت إلى برنامج الهواة دون أن أخبر أحد من عائلتي. نعم. وغنيت، شفت كل الهواة في ذلك الوقت يغنون لعبد الحليم. نعم. ما أنا، الله سبحانه وتعالى خلق عندي روح انفرادية، لازم أنفرد أختلف عن الآخرين، وأنا لا أحس هذا، كنت في عمر صغير يعني 12 سنة فرحت تركت عبد الحليم. أنا أيضا أحب عبد الحليم. نعم. لكن عندما شفت هاي المجاميع الكبيرة كلها تغني عبد الحليم، قلت أنا كيف راح أنجح من بين هؤلاء؟ أروح أغني شيء آخر. وفعلا غنيت أغنية من الفولكلور الأردني. ونجحت أنا الوحيد. رائع. دائما أستاذ سعدون ما ترتبط الأغنية العراقية بالشجن والحزن. وهنالك بحث موسع نشر في مجلة التراث الشعبي البغدادية عام 1982 بقلم الدكتور فوزي رشيد، وكان يحاول من خلال هذا البحث أن يفسر العلاقة بين الشجن والحزن والأغنية العراقية، ويقول أن هناك إشارات تؤكد أن الألحان السومرية القديمة تحمل في طياتها طابع الحزن والنوح من تلك الإشارات، أن العلاقة المسمارية الخاصة بكلمة أغنيته التي تلفظ بالسومرية شير قد اقتبسها الأكاديون وعبروا عنها بأغنية نوح، يعني الأغنية هي نفسها كلمة نوح. ما رأيك بهذا الكلام؟ ما قاله الدكتور صبحي أنور رشيد صحيح جدا. نعم. لكن ما قاله خبراء الموسيقى والمعنيين بالشأن الموسيقي أن الحضارة العراقية عموما قامت على دم. نعم. الحضارة السومرية وبعدها البابلية والكلدانية والآشورية، الدم من أين جاء هذا الدم؟ نعم. كان الحكام يتوارثون القتل، بعضهم يقتل الآخر، ثم إن الطبيعة جاءت لهم بالدم. نعم. كيف الطبيعة ممثلة بدجلة والفرات؟ نعم. عندما يفيض دجلة والفرات اللي سبحانه وتعالى خلقهم نعمة للبشر. نعم. يتحولون إلى نقمة. نعم. في بعض الأحيان عندما يفيض دجلة والفرات في غير أوانه. نعم. يروح يقتل الزرع والضرع الذي تعب فيه الفلاح. نعم. فيروح الفلاح يشوف تعبه لمدة سنة، تأتي موجة من الماء وتذهب به الضيعة عليه. نعم. فيروح يغني واقع، يغني حزنه. نعم. عندما يغني يقول تتعب وتعبك موشيلك عمي يا فلاح، أيها الفلاح العراقي أنك تتعب، لكن التعب هذا نتيجته يروح للطبيعة التي أخذته بواسطة الماء. نعم. عكس أخينا. نعم. الفلاح المصري. أيوة. الذي يغني فرحا عندما يفيض النيل. نعم. ولهذا أكو عيد كبير اسمه شم النسيم. طبعا. عند الفلاح طبعاً. المصري. طبعا. ما معنى شم النسيم؟ هو فيضان النيل في الوقت الذي تحتاجه الأرض المصرية. جميل. فيروح يغني الفلاح والابتسامة على وجهه، ومعاني الكلمات تدل على فرحا. نعم. عندما يقول عبد الوهاب محلاها عشت الفلاح محلاها، شوف الفرق كبير. نعم. بين الفلاحين العراقي والمصري. نعم. هذا يبكي هنا لأن الطبيعة والجار المشاكس. نعم. كانوا ينظرون إلى وادي الرافدين نظرة حسد. نعم. واقتناص أي فرصة للانقضاض على هذا الوادي وسكانه والسيطرة على مقدراتهم، بينما الفلاح المصري غير مهدد بهذا الخطر الذي يعيشه أخيه
الفلاح العراقي. الله الله. لهذا السبب الحزن صار متوارثا. نعم. عندنا لكنه حزن دافئ. لا يعني يأس. دافئ وعذب. يا حزن شفيف. نعم نعم صحيح. ولهذا السبب الآن في العالم العربي منشد للأغنية العراقية التي تسمى حزينة، هو مو حزن هذا. نعم. ولا حزن يعني يأس وانتهت الحياة، هذا حزن دافئ. نعم. تحتاجه النفس. نعم. صحيح. وتحتاجه من المغني أن يغني دفئا. الله. وليس حزنا. جميل جميل أستاذ سعدون، يعني خلاص لازم نسمع منك في البداية أغنية 20 عام. أيه؟ وبعدين نرجع نكمل حوارنا. 20 عام تفضل. ماشي. سمعنا. جابك علي وش ذكرك بينا، اش ذكرك بينا، 20 عام قضى وانت اللي ناسينا، انت اللي ناسينا. قل لي جابك علي وش ذكرك بينا، اش ذكرك بينا، 20 عام قضى وانت اللي ناسينا، انت اللي ناسينا. شيبنا نشوف الشاعر لون شعم البينا، شيبنا نشوف الشاعر لون شعم البينا. ذكرتنا بالصيبة وايام منسية، ذكرتنا بالصيبة وايام منسية. بياع من يشتري حزني ومواويلي، حلمي ومواويلي، ينطيني قلب الخالي وياخذ سهر ليلي، ياخذ سهر ليلي. انا بياع من يشتري حلمي ومواويلي، حلمي ومواويلي، ينطيني قلب الخالي وياخذ سهر ليلي، ياخذ سهر ليلي. مليت من حزرتي واللي هدم حيلي، واللي هدم حيلي، ينطيني تالي قلب ما ظل قلب لي، ينطيني تالي قلب ما ظل قلب لي. قل لي جابك علي وش ذكرك بينا، اش ذكرك بينا، 20 عام قضى وانت اللي ناسينا، انت اللي ناسينا. شيبنا نشوف الشاعر لون شعم البينا. خليلة للغرب وايام منسية، ذكرتنا بالزغر وايام منسية، ذكرتنا بالصيبة وايام منسية. الله الله الله، الله يعطيك الصحة والعافية. ويعني احنا الناس تجمعوا علينا، جمهورك طبعا في الاستوديو في الفهرس. طيب أستاذ سعدون، يعني أنت درست أساليب الغناء العراقي في الماجستير، وكل أغنياتك لها جذور فلكلورية. إلى أي مدى يساعد التعلم الأكاديمي الفنان على تقديم فن متصل بثقافته، فن يجدد حتى التراث والفلكلور؟ أنا كان أنا من
بيئة ريفية. نعم. مدينة وقرية ريفية أصلاً. نعم. مو مدينة. أيوه. قرية ريفية كانت مشبعة بأنواع الألوان الغناء. بعدين بالمناسبة الموسيقى العراقية تعتبر من أغنى موسيقات العالم العربي. نعم. بإيقاعاتها، بأوزانها، بمقاماتها، بأشعارها. يعني لو أجيب لك مثال بسيط مثلاً. نعم. الموسيقى العربية فيها مقام يسموه البيات مثلاً. نعم نعم طبعاً. في الموسيقى العراقية في 20 بيات. نعم. لكن واحد يختلف عن الآخر. نعم. الموسيقى الشرقية فيها رست واحد. نعم. في الموسيقى العراقية في عشرات من. نعم. مقام الرست. نعم. هذا الثراء الواسع الكبير لم تسلط عليه الأضواء. نعم. رحت أنا لأنني عندي معرفة بهذا الموضوع. نعم. رحت عملت في لندن. بريطانيا. في جامعة مانشستر. عملت دراسة عن هذه الأساليب الغنائية، الألوان الغنائية، الأطوار الغنائية. نعم. الكبيرة هاي بعد 20-30 عاما تندثر، ما حد يعرفها. نعم. إذا لم نسلط الضوء عليها. صحيح. أنت ذكرت أستاذ سعدون بأنك ذهبت إلى بريطانيا تحديدا في ذلك الوقت. نعم. بسبب أرشيفها الضخم ومكتبتها عن الغناء والموسيقى العراقية. هل ما زال الوضع اليوم على ما هو عليه؟ هل ما زلنا نفتقر؟ سألني وزير الإعلام. نعم. المصر السابق الله يذكره بالخير. نعم. كان مهم، كان وزير إعلام كان له علاقة بالفنانين. نعم. كثير. قال رأني في حفل في. نعم. لندن. قال لي أستاذ سعدون كيف تعمل دكتوراه عن الموسيقى العراقية ولا تأتي لمصر؟ نعم. قلت له سيادة الوزير في مصر لا توجد مصادر عن موسيقانا العراقية. نعم. المصادر موجودة في بريطانيا. نعم. عددت له عشرات من المهتمين بالموسيقى العراقية مثل ويلفورد سيكر، مثل جون وود، مثل كافن يانغ. نعم. قلت له ذول كتبوا عن الموسيقى العراقية في عام 1800 وكذا سنة. نعم. مصر ما عندها أي علاقة بالموسيقى العراقية وتنسب موسيقانا إلى الموسيقى الفارسية. نعم. بينما نحن أقدم من موسيقات العالم كلها. نعم. الموسيقى السومرية مثلا. نعم. مثل موجودة في المتحف البريطاني القيثارة السومرية اللي. نعم. عمرها 2800 عام قبل الميلاد. نعم. 2800 بينما الحضارة المصرية عندها 3000 سنة قبل الميلاد، عندهم الفيفرا يعني الناي. نعم. موجود بالآثار الفرعونية مثلا. نعم. فإحنا أقدم تاريخيا لكن لم يسلط أحد الضوء على موسيقانا. وهل ما زال الوضع على ما هو عليه يعني اليوم بعد كل هذه السنوات؟ لا زال الوضع لم يؤلف، غير عندنا كتاب واحد اسمه موسيقى العراق كتبه عبد العلاف. نعم. قلت له ماكو مصادر، المصادر عند الإنجليز. نعم. ولهذا السبب خلاني أجي أدرس موسيقانا عند البريطاني. نعم. هذا السبب. نسمع أغنية ثانية أستاذ سعدون. إيه نسمع أغنية ثانية. خصوصا يعني جمهورك هنا يتوق لسماع أغنية. تفضل. أحلى سنين ذيك سنين الراحان ما نعرف وين محتارين مرا من صدق لو كنا حلمانين خوش سنين ذيك سنين الراحان ما نعرف وين محتارين مرا من صدق لو كنا حلمانين كبرنا بس نحس اعمارنا صغيره كبرنا زلوفنا من الشيب يا بشيره
كبرنا بس نحس أعمارنا صغيرة، كبرنا سلوفنا من الشيب يا بشيرة، كبرنا بس نحس أعمارنا صغيرة، كبرنا بس نحس أعمارنا صغيرة، طبغنا زلوفنا من الشيب يا بشيرة، تاليها كل أيامنا المرت ما بيها ما بيها غير دموعنا النزلة، تاليها كل أيامنا المرت ما بيها ما بيها غير دموعنا نزلت، كل شي ما حسبنا من عمر غالي لا من عين عيني ولا حسبالي، ظلينا بس للراح ظلينا نوقف مثل الرماح، لا خلص حيل ولا حمل طاح، عدنا هم شغل الوطن مرتاح، الشيب اخذنا وصندوبرنا يا ابوي، غنينا اشكال الوطن طيور ما ردت لهنا، غنينا اشكال الوطن طيور ما ردت لهنا، تبقى الشمس تضوي بوطننا يا ابوي، تبقى الشمس تضوي بوطننا يا ابوي، تبقى الشمس تضوي بوطننا يا ابوي. المقابله سؤالي الاخير في هذه المقابله عن الاغنيه العراقيه اليوم، يعني الكل يريد غناء الأغنية العراقية، كل الفنانين من مختلف الدول العربية يرغبون بأن تكون لديهم أغاني عراقية، الشجن العراقي هذا واللحن العراقي الدافئ هو نعم. الذي دفعهم إلى أن يغنوا هذا اللون من الغناء نعم. العربي. وما رأيك بهذه التجارب، يعني ما رأيك بهذه التجارب، بتجربة الأغنية العراقية الجديدة؟ يعني هنا هم الفنانين العربي يجب الذي يريد أن يغني أغنية عراقية نعم. يجب أن يحس فيها نعم. الإحساس هو الشيء المهم، مو فقط من أجل أن يشتهر يأتي للغناء العراقي نعم. لا، إذا ما يوجد عنده إحساس صادق ويكون صادقا، العملية الغناء هي عملية صدق أو كذب نعم. المغني الصادق هو الذي يصل للناس، أما المغني الذي يريد أن يشتهر يأخذ أغنية عراقية من أجل الشهرة فهذا لن يوفق، يمكن ينجح اليوم ينجح بكرة لكن بعد بكرة لن نعم. ينجح. في ختام أتمنى للفنان العربي الذي يبحث نعم. عن أغنية عراقية أن يكون صادقا معها نعم. ويقدمها بشكل صادق. جميلة هذه الدعوة، يعني دعنا في آخر في ختام هذا اللقاء نسمع أغنية أخيرة منك أستاذ سعدون. أغنية أخيرة نعم تفضل. شنو عندنا الأغنية الأخيرة اللي مضيع ذهب اللي مضيع ذهب اللي مضيع ذهب اللي مضيع ذهب سوق الذهب يلقاه يلقاه، واللي مفارق محب يمكن سنة وينسى، اللي مضيع ذهب سوق الذهب يلقاه يلقاه، واللي مفارق محب يمكن سنة وينسى، بس المضيع وطن وين الوطن يلقاه، بس المضيع وطن وين الوطن يلقاه، ميجانا ويا ميجانا ويا ميجانا يا ظريف الطول حول عندنا، ميجانا ويا ميجانا ويا ميجانا يا ظريف الطول حول عندنا.
لابس الهبري وقالب توقالب يا بعد زوج العيون والقالب لابس الهبري وقالب توقالب يا بعد زوج العيون والقالب ميلي عن دربي خلي انساك القالب روحي عن دربي خلي انساك القالب والنساك القالب كيف انساك انا ميجانا وعالميجانا وعالميجانا يا ظريف الطول حول عندنا ميجانا وعالميجانا وعالميجانا يا ظريف الطول حول عندنا لابس الهبري وقالب توقالب يا بعد زوج العيون والقالب. أستاذ سعدون جابر، أسعدتنا أبهجتنا بوجودك بحديثك بغنائك الدافئ بهذا الشجن العذب الذي يعني أنت خير سفير له من الأغنية العراقية، وأهلا دائما في بيتك في مسقط. وتسلم عمان والشعب العماني، وإن شاء الله أغني لكم أكثر بعد. أكثر أكيد. شكرا. أحبتنا المشاهدين، ننتقل الآن إلى أروقة معرض مسقط الدولي للكتاب مع الزميلة اليقين الهادي، من ثم نعود لمتابعة الفهرس. أهلا أمل وأهلا وسهلا بكم مجددا مشاهدينا الكرام من أروقة المعرض. حقيقة الحماس لا ينتهي بهذه اللقاءات الجميلة التي تجمعنا مع القراء وأيضا الكتاب والكثير والكثير من الزوار. إذا مشاهدينا الكرام، دعونا نلتقي بلقاء يجمعنا مع محمد بن علي البحري، هو واحد من المشتركين من الفهرس المتحرك. أهلا وسهلا بك. بداية أخبرنا كذا عن العمل في الفهرس المتحرك، هل عملتم يعني الفريق هذا المتكامل في فترة قصيرة أم في فترة يعني زمنية طويلة؟ أهلا وسهلا فيك. والله في البداية الفريق هذا تأسس تقريبا عام 2012 بناء على حاجة زوار المعرض للبحث عن الكتب والبحث عن دار النشر وكذلك المكتبات وكل وجميع المشاركين. فتقريبا من تأسس 2012 حتى اليوم هذا ل 2023 تقريبا مر محرك الفهرس أو محرك البحث بمراحل مختلفة ومراحل تغيرت من 2012 لين اليوم. فبالتالي الأشياء اللي تغيرت في محرك البحث بداية كان تقريبا ويب سايت، صار اليوم تطبيق بتقنيات حديثة وبخوارزميات حديثة أيضا. نعم جميل. طيب ما هي يعني أصداء الزوار؟ يعني هل الزوار دائما كذا يلجأوا للفهرس المتحرك؟ والله كما تشاهد أنت في المعرض دائما جميع اللي مسؤولين محرك البحث دائما ما تجد الإقبال عليهم. وصراحة شوفي هذا السؤال مفترض أنه ينسأل للزوار المعرض، هم اللي يشوفوا كيف مدى أهمية وجود مسؤولين الفهرس وكيف هم يدلوا هؤلاء الأشخاص وزائرين المعرض بالأماكن أو المواقع اللي هم محتاجينها. نعم جميل. إذن مشاهدينا الكرام، نشكر محمد على هذه المعلومات الجميلة، ونحن سعيدين بهذه الجهود المبذولة من قبل الفهرس المتحرك. إذن مشاهدينا الكرام، ننتقل الآن لحوراء. أهلا وسهلا اليقين مرة ثانية، وأهلا وسهلا مشاهدينا الكرام. الحين وأنا أتجول في أروقة المعرض وشفت ركن ما شاء الله عليه ازدحام، وهو ركن متحف الطفل، ومعاي منى البطاشي منظمة في ركن متحف الطفل. أهلا وسهلا أستاذة منى. أهلا وسهلا حوراء. بس ممكن تحدثينا أكثر عن الركن وعن الأعمار المستهدفة لهذا الركن؟ طبعاً تنوعت الأنشطة في ركن الطفل بين الثقافية والفنية والعلمية. أيضاً كان في فرصة جميلة جداً للحكواتي على مسرح الطفل هذه السنة، والحمد لله رب العالمين كان إقبال جميل، والفئات العمرية كانت من 6 سنوات إلى 16 سنة. وكم بلغت عدد الإحصائيات لمختلف الأعمار في ركن متحف الطفل؟ الحمد لله رب العالمين، هذه السنة أكثر من 8000 مشارك كان موجود معنا، طبعا من مختلف الأعمار،
حتى كنا ناخذ الأعمار يعني الصغيرة، ما كانت الأعمار اللي مفروض تكون متواجدة، والحمد لله رب العالمين، يعني الإقبال والإشادة الجميلة من أولياء الأمور أيضا كانت جميلة جدا وأسعدتنا. إيش الأشياء اللي موجودة عندكم في الركن وإيش الأشياء اللي ممكن يتعلمها الطفل؟ طبعا تقسمت الأركان إلى 4 أركان، ركن الهوية والثقافة كان جدا بارز معنا هذه السنة، وكان في حرفة صناعة الفخاريات وصناعة السعفيات، أيضا معنا العلوم والتكنولوجيا، معنا ركن استيمازون، وأيضا معنا ركن البراعم، كان يعني دور جميل جدا. شكرا لك منى البطاشي، منظمة في ركن متحف الطفل. مشاهدينا الكرام، احنا مستمرين معاكم في فقرات برنامج الفهرس. اهلا وسهلا فيصل. اهلا وسهلا حوراء، واهلا وسهلا بجميع المشاهدين. لا زال توافد الزوار مستمرا حتى مع نهاية الوقت لمعرض مسقط الدولي للكتاب، ونحن لازلنا مستمرين معكم مشاهدينا الأعزاء، ولا زالت وقفاتنا ومواضيعنا مستمرة ايضا. من ركن وزارة التراث والسياحة يشرفني معطي بن سالم المعطي، المدير العام المساعد للمتاحف. اهلا وسهلا استاذ معطي. أهلا وسهلا بكم ومرحبا بكم في ركن وزارة التراث والسياحة. حقيقة قبل أن نبدأ حديثنا وندخل في التفاصيل أستاذ معطي، أنا لفتني ثيمة وتصميم وزارة التراث والسياحة أو ركن وزارة التراث والسياحة، لو تحدثنا عن الفكرة من هذه الثيمة. أولا وزارة التراث والسياحة عمدت في تصميم جميع معارضها ومشاركاتها الخارجية أنه يكون هذا التصميم أيضا يتماشى مع واقع الحدث. فمن هنا أتت الفكرة من قبل الوزارة في إيجاد تصميم يتماشى مع الحدث، وفي نفس الوقت أنه يكون التصميم يلاقي رواجا لدى عين الزائر لمعرض مسقط للكتاب. التصميم يحاكي بيئات مختلفة من السلطنة، وفي نفس الوقت التصميم أيضا يأتي أخذا بعين الاعتبار المحتوى الرئيسي من والهدف الرئيسي من مشاركة الوزارة في المعرض، وهو إظهار الكتاب العماني والذي تصدره الوزارة على جميع مستوياته بمختلف لغاته. جميل أستاذ معطي، نتحدث عن أبرز الإصدارات لديكم وما تقدمه وزارة التراث والسياحة هذا العام. الوزارة تشارك بعدد من الإصدارات الحديثة التي تدشن وجودها في خلال معرض الكتاب، بالإضافة إلى الإصدارات السابقة التي كانت الوزارة قد عكفت على إصدارها، كما أيضا تستكمل الوزارة من خلال معرض مسقط للكتاب إصدار مجلة الدراسات العمانية في عددها الأخير. هو أيضا نبارك لكم افتتاح مركز بسيا وسلوت، لو نعرف المشاهد أكثر عن هذا المشروع. مركز زوار بسيا وسلوت بولاية بهلة يأتي ضمن مساعي وزارة التراث والسياحة وسلطنة عمان في تهيئة وتأهيل مواقع التراث للزوار وإيجاد المحتوى الذي يتواءم ويتواكب أيضا مع أبرز الممارسات في هذا المجال. الموقع هو أحد المواقع المسجلة في القائمة التمهيدية لمواقع التراث العالمي، والوزارة أيضا قامت في الآونة الأخيرة أيضا باستكمال إجراءات تسجيل هذا الموقع وإعداد الملف ليكون ضمن مواقع السلطنة في قائمة التراث العالمي بإذن الله. حقيقة جهود تشكر عليها. طيب، وأنا أتجول في الركن حقيقة رأيت أنه لديكم في الركن تقنية الVR أو الواقع الافتراضي، فماذا تعرضون فيها؟ تقنية الواقع الافتراضي المعزز يأتي أيضا ضمن جهود الوزارة لإبراز التراث الثقافي المادي بواقع يتماشى وأفضل الممارسات التقنية التي توجد في هذا المجال. من هنا كانت الوزارة قد قامت مسبقا بتوثيق ما يفوق عن 500 معلم وموقع تراثي في السلطنة. هذا التوثيق كان يتضمن تصوير هذه المعالم بتقنيات ثلاثية الأبعاد،
الوزارة قامت من ثم بإخراج هذا المحتوى في على شكل مشروع يستخدم في تقنية الواقع الافتراضي المعزز في إتاحة الفرصة للزائر أن يقوم بزيارة هذه المعالم وهو في مكانه والتجوال داخل هذا المعلم والتعرف عليها. جميل أستاذ معطي. ختاما وباختصار شديد، ما هي أبرز الأهداف التي حققتها وزارة التراث والسياحة من مشاركتها في معرض الكتاب؟ للوزارة عدد من الأهداف تأتي من هذه المشاركة، لعل الأولى تكمن في التواصل المباشر مع الجمهور عملا بالتوجيهات السامية لمولانا صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق في معرفة وتطوير العمل وفقا لمتطلبات المراحل في مختلف الفترات. بالإضافة لذلك الوزارة قامت بالترويج لجميع الفعاليات والإصدارات التي توجد في ركن الوزارة، خصوصا تلك الحديث منها والتعريف بها والتعريف بأهميتها، ونجاح هذا يأتي معززا بحجم الإقبال الذي لاقته هذه الإصدارات من قبل مختلف الفئات العمرية. بالإضافة إلى ذلك كان من ضمن أهداف الوزارة في المشاركة وهو الترويج لمختلف الوجهات السياحية والمختلف الفعاليات التي تقوم بتنفيذها في مختلف المحافظات، مما يساهم في إيجاد وجهات سياحية مختلفة ومتنوعة أخذا بعين الاعتبار الميزة التنافسية لهذه المحافظات. شاكرين لكم جهودكم المبذولة حقيقة، ونتمنى لكم التوفيق وأن ترى المشاريع القادمة النور قريبا بإذن الله تعالى. بإذن الله. شكرا جزيلا ومرحبا بكم. إذن مشاهدينا الأعزاء، من هنا من ركن وزارة التراث والسياحة، فاصل بإذن الله تعالى وراجعي لكم.
أهلا وسهلا بكم مجددا أحبتنا مشاهدي برنامج الفهرس، ووصلنا إلى اللقاء الأخير في هذه الحلقة، لقاء مع صاحب دار نشر مهمة جدا، لها إصدارات عمانية ولها إصدارات عربية مختلفة، لها إصدارات بالعربية وبالإنجليزية. مزيد من التفاصيل عن دار عرب للنشر والترجمة مع الأستاذ ناصر البدري، مدير وصاحب هذه الدار. أهلا وسهلا بك في الفهرس. أهلا وسهلا أستاذ عمل. في الحقيقة دار عرب انطلقت في عام 2017. نعم. وكان الهدف أن تمضي في مسارين، مسار نشر الكتاب العربي، نعم، ومسار آخر هو ترجمة الأدب العربي إلى اللغة الإنجليزية. نعم. المسار الثاني تأخر قليلا، وذلك بسبب الإعداد له لهذا المسار، واختيار الكتب الجادة وذات المواضيع التي تهم القارئ الغربي ويمكن أن تثير لديه علامات استفهام وتثير شهيته في معرفة البيئة العربية عموما والأدب العربي على وجه الخصوص، ثم البحث عن المترجمين الجادين الذين لهم يعني تجارب سابقة في هذا المجال. لذلك كان أول إصدار في هذا الجانب كان في 2021. نعم. وكان لرواية Without أو بدون. نعم. للروائي يونس الأخزمي. يونس الأخزمي. نعم. وإلى الآن لدينا 9 إصدارات من اللغة العربية إلى اللغة الإنجليزية. من هذه 9 إصدارات هناك 3 إصدارات لعمانيين، هم دكتور يونس الأخزمي ومحمد العجمي سر المورسكي، والطواف حيث الجمر للدكتورة بدرية الشاه. نعم، ليس هذا فحسب، بل حتى أن الدار تختار من أهم المترجمين من العربية إلى الإنجليزية حتى تقدم هذه الأعمال للقارئ باللغة الإنجليزية. نعم نعم، جل من المترجمين الذين تعاملنا معهم ولازلنا نتعامل هم مترجمون لهم كتب سابقة أصدروها، وبعضها نال جوائز، بعضهم محكمون في جوائز للترجمة عالميا، محكمون في English Pen أو محكمون في جوائز أخرى عربية وعالمية، بعضهم حاز على شخصية يعني العام في إنجازات اللايف تايم أو إنجازات على مستوى حياته كاملا. نعم. زي روجر ألن وآخرين. نعم. فهذا ضمن تجويد عملية الترجمة ذاتها. نعم. أعلنتم اليوم عن مفاجأة تهم المشهد الثقافي ليس في عمان فحسب، في العالم العربي وربما في العالم أجمع لكل المهتمين بالأدب، وهي جائزة بيت الغشام دار عرب للترجمة. نعم. حدثنا عن تفاصيل هذه الجائزة وما الذي أعلنتم عنه حتى الآن فيما يتعلق. نعم. بها الحقيقة أن هذه الجائزة يعني جاءت فكرة نتيجة هذا النقص الحاد. نعم. في تواجد الكتاب العربي والأدب العربي في لدى القارئ الغربي. نعم. ونحن نتحدث يعني عن ملايين من القراء باللغة الإنجليزية، الكتاب العربي يكاد يكون حضوره ضئيل جدا وخجول وباهت في المشهد الثقافي الغربي. هناك دراسة تناولت من 1990 إلى 2017 كان عدد المترجم سنويا لا يزيد عن 15 كتاب سنويا. يا إلهي، قليل جدا جدا مقارنة. نعم. بالناتج من مختلف الدول العربية. نعم. لذلك جاءت فكرة هذه الجائزة، وبدعم حقيقة سخي من مؤسسة بيت الغشام للنشر والإعلام والصحافة، دعموا هذه الجائزة ماليا، ونحن في دار عرب نقوم بإدارتها إداريا وفنيا وتنسيقيا. نعم. مع مجلس الأمناء. طبعا مجلس الأمناء يتكون من 3 شخصيات رئيسية. نعم. رئيس مجلس الأمناء وهو روجر ألن، روجر ألن يعني يكاد يكون أنا أسميه شيخ. نعم. المترجمين من العربية إلى اللغة الإنجليزية، ترجم لنجيب محفوظ، جبرة إبراهيم جبرة، عبد الرحمن منيف، يوسف إدريس وآخرون. نعم. رجل يعتبر أول خريج من جامعة أكسفورد في الأدب العربي سنة 1968. نعم. أمريكي الجنسية من أصل بريطاني. ثم معنا الدكتور محمد اليحيائي وهو روائي وقاص وصحافي عماني،
عدنا الثالث أو الحكيمة الثالثة أو عضو مجلس الأمناء الثالثة سواد حسين. وسواد حسين هي حكمت في جوائز إنجليش بن، لديها أكثر من 6 كتب مترجمة، ترجمت لساق البامبو، ترجمت بالتعاون مع أمازون، فاسم له حضوره الكبير. وهي بريطانية الجنسية. هناك مسارات عديدة في هذه الجائزة. ما هي هذه المسارات؟ الجائزة مبدئيا تقبل الأعمال الأدبية المنضوية تحت إطار الرواية والسيرة الذاتية الروائية والقصة القصيرة والشعر. ولها مجالين رئيسيين. المجال الأول هو الترجمة غير المنشورة للكتاب العربي المنشور. وهذه يتقدم بها إلى الجائزة، يتقدم المترجم بعد حصوله على حقوق الترجمة ويقدم نموذجا من الترجمة ويخضع إلى آليات التحكيم. المسار الآخر هو الكتاب العربي غير المنشور. بحيث نتولى نحن نشر الكتاب الفائز باللغة العربية، ومن ثم أيضا ترجمة هذا الكتاب ونشره باللغة الإنجليزية. فمع نهاية كل عام لدينا 3 منتجات أدبية، واحد باللغة العربية واثنان باللغة الإنجليزية. يعني من المفترض أن يتقدم المترجم بنفسه أو حتى دار النشر تمثل هذا المترجم؟ المساق الأول يتقدم المترجم بنفسه. دار النشر، نحن في دار عرب نحن نقوم بنشر هذه الترجمة. لأنه لا توجد حقيقة في العالم العربي أي دار نشر متخصصة في ترجمة الأدب العربي. لا يوجد. هناك نشر بين الفئة والأخرى من قبل دور نشر تنشر في مجالات مختلفة لمثل هذه الترجمات، لكن دار عرب هي متخصصة تماما في نشر الكتاب العربي إلى اللغة الإنجليزية. نعم، جميل جدا. هنالك طبعا قيمة الجائزة تصل إلى ما تصل تقريبا إلى 55,000 جنيه استرليني. نعم. هذه الجائزة طبعا توزع بين جوائز نقدية للفائزين، بالإضافة إلى مقابلة كلفة الإدارة وكلفة طباعة هذه الكتب وترجمتها. طبعا الترجمة في حد ذاتها يعني نحن معتمدون على التسعيرة التي تضعها جمعية الكتاب البريطانيين أو Society of Authors، جمعية المؤلفين البريطانية، سنويا تحدد سعر معين للترجمة، وهذا العام هو 100 باوند، ما يساوي تقريبا 50 ريال عماني لكل 1000 كلمة. فهذه أيضا يعني تدفع فيها، بالإضافة إلى كلفة التصميم والطباعة وإلى آخره. وأيضا تسويق الكتاب وفق آليات التسويق المتعارف عليها في العالم الغربي، لأن سوق العالم الغربي بالكتاب مختلف تماما عنه في العالم العربي. يعني نتمنى لكم كل التوفيق، وبالتأكيد تفاصيل هذه الجائزة وتفاصيل التقدم والترشح لها موجود على موقع دار، ستكون بدءا من 18 من أبريل. إن شاء الله متوفرة، وهو تاريخ افتتاح معرض لندن للكتاب بالمناسبة، سيكون باب التسجيل مفتوح. نحن أردنا أن نعلن على الجائزة في معرض مسقط، ونفتح باب القبول والشروط كلها تكون ظاهرة مع معرض لندن للكتاب، وهو ضمنيا ثمة تجسير بين معرض الكتاب العماني ومعرض الكتاب في لندن، تجسير ضمني معنوي له علاقة بأهداف الجائزة ومسابقاتها. يعني بصراحة مفاجأة سعيدة جدا ومفاجأة سارة، وهذا الاهتمام الكبير بالأدب العربي ومحاولة ترجمته وتقديمه للقارئ بلغات أخرى، فعلا جهد يعني يستحق الثناء. نتمنى لكم كل التوفيق. نتمنى أن نحتفي بكم العام المقبل في الدورة القادمة من المعرض بإصدارات الدورة الأولى. نعم، إصدارات الدورة الأولى من هذه الجائزة، وهي جائزة بيت الغشام دار عرب للترجمة. شكرا جزيلا الأستاذ ناصر البدري، مدير دار عرب للنشر والترجمة. شكرا جزيلا لهذه الفرصة، ومساء سعيد لكم وللسادة المشاهدين. أحبتنا المشاهدين، نذهب إلى هذا التقرير، من ثم نعود للفهرس. في معرض مسقط الدولي للكتاب يحتضن ركن مكتبة الأطفال العامة العديد من الأطفال بفعالياته المتنوعة وركنه المتميز الذي يعد وسيلة جذب للأطفال
لقضاء أوقات ممتعة ما بين ركن الابتكار وركن الورش والأنشطة وركن الورش والأنشطة وركن الخاص بالتصوير. مكتبة الأطفال العامة هي مكتبة متخصصة للأطفال للقراءة والمطالعة. في المكتبة تستقطب الأطفال من عمر 3 سنين إلى 17 سنة. مشاركتنا هني في المعرض عشان نشجع نثري الجانب الثقافي للأطفال. فحاليا نعمل عدد كبير من الورش والفعاليات اللي ممكن تشوفوها هني بالركن. نستضيف خبراء مختصين كلهم في مجال، فعلى سبيل المثال استضفنا ضحى خصاونق حكواتية متخصصة في أدب الطفل، كانت معنا على مدار يومين متواصلين. أيضا نقدم استشارات يومية لاختيار كتب الأطفال، هذا بشكل يومي، هذه خدمة مقدمة من المكتبة لاختيار كتب الأطفال، توجه أولياء الأمور والمختصين حول الكتب المناسبة حق الأطفال المناسبة. فعاليات وأنشطة متنوعة تستقطب الأطفال بمختلف أعمارهم في ساحات وأركان معرض مسقط الدولي للكتاب، حيث يقضي الأطفال فيها أوقاتا من المتعة والتسلية الممزوجة بالمعرفة والتعلم. الحمد لله أتيحت لي الفرصة لزيارة ركن المكتبة في معرض الكتاب، حيث أنني كنت أريد زيارتها في مقرها في الكرم. تعرفت على المكتبة عن قرب والخدمات التي تقدمها. أدعو جميع زميلاتي والأطفال لزيارة المكتبة والاستفادة منها. الحدث الثقافي الأبرز في سلطنة عمان يبدأ عده التنازلي معلنا اقتراب نهاية فعالياته، ورغم ذلك لا يزال يحظى بنشاط وإقبال كبير في آخر أيامه المعدودة. محمد بن سويلمي الخصيبي، معرض مسقط الدولي للكتاب. يومان تفصلاننا عن نهاية هذا الحدث وهذه التظاهرة الثقافية الرائعة. فقط غدا وبعد غد من ثم ستنتهي هذه الدورة 27 من معرض مسقط الدولي للكتاب، لذا اغتنموا الفرصة لزيارة المعرض والاستمتاع بالبرامج الثقافية المتنوعة. شكرا لطاقم البرنامج، نلقاكم بالتأكيد في حلقة الغد مع حوارات ثقافية ومع تجوال في أروقة معرض مسقط الدولي للكتاب. حتى ذلك الحين كونوا في أمان ومع السلامة.